يعني يمكن تبكي بالخطبة يطلع الدموع لفوق. لا يعني ممكن تعرق يا قصدك. بصراحة يعني ما بعرف ايش اللي بالضبط ما عجبها. مش احنا قاعدين زهقانين؟ ايش رأيك احاول اعمل لك الميك اب اللي هنداش اعمل لك اياه على خطبتي؟ كيف؟ اذا هنداش مش موجود مستحيل تعرف تعمليه. تتحديني؟ بتحداك. جاهزين نبلش بميك اب هنداش. ومن المنتجات الكتير مهمة اللي اخترتهم هن الهالو هابي ايرستيك فاونديشن تبع بنفيت للفول كفرج، وكمان الجوف بروف بنسل تبعهم للحواجب. انا كثير متحمسة. اكيد اول شيء رح نبلش نجهز البشرة انت اللي حتعملي ولا انا حعمل؟ لا عشان عارفة انه هذا اوكي رح اجهز لها بشرتها بالشارلت تلبري بس الحين هيك يس احط عليهم ماي جين كمان. اوكي معلش انا بس ادخن الكريم. لا بليز زينة. لا خلص بكفي عشان بشرتي كتير دهنيه. اوكي وهاي هي الهالو هابي اير ستيك فاونديشن من بنفيت. رح استخدم 2.5 و 3 اللي هو 3 لحتى احصل على لون البشره تبعتها. بس انا اصلا هلا بشرتي بحس افتح من وقت الخطبه. يا بعرف عشان هيك عم بستخدم لون 2.5. حتى يمكن هاي لحالها تكون لانه لا ما بتوقع. الحلو بهذا الفاونديشن انه فيك تدمجيه بسهوله. بحسه حتى خفيف على البشره. خفيف عشان هيك رح ازيد كمان شوي لانه زي ما قلنا وقت الخطبه كان الميك اب تبعها اكيد اتقل من لازم. زينة خلاص. زينة حقول لك شيء ما بتعرفي. ايش؟ بتعرفي انه هذا الفاونديشن بضله تقريبا 16 ساعة؟ يعني اتس لونج وير. يعني لخطبة بعد خطبة تروحي على خطبتك كل ما على خطبتك تروحي على المول. بدك كيف بعد خطبتي رحنا على كوفي شوب. بتعرفي شو فيه كمان؟ فيه اس بي اف وقت الشمس فيه 20. اس بي اف 20. سمعت هذا الشيء. مثل ما انتم شايفين الفاونديشن عملته فول كفرج. رح انتقل للكونسيلر. رح ابلش بلون غامق شوي، مش غامق بس يعني لون زي بشرتها، وبعدين رح افتح. اي ثينك ان ده استعمل علي تو فيست. هي اول شيء فشلت فيه. ما عندنا تو فيست، ما فشلت بعدني. اوكي شوفوا هلا عملنا الفاونديشن، هون زينة حطت لي كونسيلر، هلا هون حندمج هذا الكونسيلر. بس عم بغطي الشوائب اللي على وجهك. بس عم بتاكد انه يكون بيرفكت حبيبتي. مش بدنا نعمل زي حنداش؟ ما حدا بيقدر يعمل اصلا. انا عم بحاول يعني. هو دربك يعني، انت لازم تقولي هذا الشيء، يعني لازم تعطيه الكريدت انه هو علمك كيف تعمل المكياج. بس بحب اقول لك انه فات بتمي. اوكي هي جست مية ورد. بتعرفي شو رح اعمل هلا؟ حواجبك. ما حتعرفي تعمل حواجبك. بتعرفي اكثر شيء كان حلو باللوك تبعي هو حواجبي. رح استعمل الجوف بروف براو بنسل تبع بنفيت. بتعرفي ليش؟ لانه هذا اكثر شيء مناسب لخطبه صراحه او عرس او اي شيء. ليه بضاين كثير؟ لانه بضاين وما بيتحرك، وكمان ووتر بروف. يعني يمكن تبكي بالخطبه يطلع الدموع لفوق. لا يعني ممكن تعرق يا قصدك. رح امشطهم لفوق اول شيء عشان اشوف الرسمه تبعتهم، بعدين رح احددهم. هاها ايش؟ زينة مو عارفة ايش الشيد تبعتي من الجوف بروف اي براو بنسل. طيب قاعدة عم بجرب. قاعدة عم نجرب، صرنا ساعتين قاعدين عم نجرب كل الشيدز اللي عندنا. يعني اي ميك اب ارتست كمان حيعمل. لا انت ميك اب ارتست فاشلة. فيل. اوكي زينة حواجبها هن اوريدي معبيين، فبس رح احددهم، يعني ما رح اتقلهم او اي شيء هيك. ثانية اوديهم. اوكي. هيك عملنا الحواجب وخلصنا الحواجب. يس. هلا رح ابلش استخدم الشيمر من جوا العين. بس زينة شوفي هو بالصورة هون حاطط غامق، انت ليه حبلشتي من جوا؟ اوكي وبعدين رح اروح فوقه بالغامق. اوكي. بتعرفوا انا عيوني لانهم مبطنين وصغار مو اي ميك اب بيبقى لهم. يا كثير صعب. يعني كثير صعب تحطوا عليهم اي شادو، عشان هيك انا ما بحط اي شادو. جايز عيونها كثير صغار، ما في مجال الواحد يشتغل عليهم. قلت لك ما حدا بيعرف يعملهم. اي داني ميك اب ارتست فاشن. اسكتي. Day 2, day 3, day 4, a few moments later. 600 years later. زينة بعدها عم تعمل الاي شادو.
هلا شكلي بضحك لسه لانه لسه ما في ماسكارا وما في كل هالاشياء. هو ما كان حاطط لها لاينر بس كان كمان مغمق يعني خط تبع الرموش، فانا رح استخدم ريشه صغيره ورح احط شوي بس يعني على الرمش. هيك لهلا وصلنا. بدي اول شيء بس ارجع احط شويه بودره على وجهها بس عشان اثبت الفاونديشن اللي كنا حاطينه. وبعدين اشي ثاني، انا بالخطبه كنت حاطه رموش اصطناعي. هلا ما عندنا رموش. هلا ما عندنا، ف هاي شغله رح تاثر على اللوك. برونزر تبع ريانا، الفانتي برونزر اللي طالع فانتي بيوتي اللي هو كريم. اوكي حطيت لها هلا الهايلايتر، ليكويد هايلايتر، لانه بدنا شيء يكون كثير بيضوي. الستيك اللي هي تبعت هدى بيوتي اسمها Girls Trip. هي الشفه كانت مات بس رح احط لك شوي. هو حط لي نفسه هذا كمان. عن جد؟ اوكي. هون بنص الشفه هو اعطاني هاي واعطاني هاي واعطاني البلاش. ما بدك ترجعيهم؟ لا هو قال لي حمودي انت قلت لي اخليهم. نزلي شعراتك. هيك بنكون خلصنا لوك الخطبه تبع دينا. شوف دينا، اي ثينك اني صراحه يعني عملت ا جود جوب. تعي نفرجيها على الكاميرا. بحس الشفايف كثير كبرتيهم. يمكن الشفايف كبرتهم وحطيت زياده بلاش. انا حدا صراحه حقول لكم الصراحه لما احط مكياج ما بعرف ما بلاقي حالي، بس وقت ما هنداش عمل لي الميك اب على طول حبيته. زينه ما حسيت هيك. انا مش هنداش صراحه، يعني ما بعرف ايش اللي بالضبط ما عجبها. هلا انا يعني I'll admit انه اكيد مو زي هنداش وبعمري ما رح اكون زي هنداش، بس يعني عملت اللي بقدر عليه وزبطت. يعني بتوقع لحدا مش شوفي يعني بعطيكي 70%. اوف اوكي منيح بناخذها 70%. اوكي صراحة انا كثير متحمسة اشوف هنداش شو حيقول على الميك اب. لازم نبعث له صورة ونشوف شو رأيه بالميك اب اللي انا حاولت اعمله، شو ردة فعله. اوكي يلا turn. Wait. Close your eye. She failed big time. The lips are a disaster. وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، ومنشوفكم بالفيديو الجاي. باي.